السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هلكن أتاجنا عرين حو نو تعبتي. أنا جو كلي أتنا عنا تعبنين أنا قتيم معجسو يا عدالة الركع دع لي سومالي لان يدل كسومالي يدورن. وحساك عبارة ضبدي سبحان ما حرون تيسي شغلة جد حقاتي شيخ محمد شيخ إسماعيل وأح علي مدى وين إيه سومالي لان أهنا أبهاي وح قاتي عيدا كا دم بباريستا مركان كده بتجني سي عن أوجا إنه حرونت وكل سجني هي حالة دوس ذي تهاي مال كستوان ومرني إلا هذا أي تهاي شنتي قلبني ما هي نور كيسة يا مال وكل سجني هي مال كستوان مرني أو أما حرون دم بباريسد أما سلدق ما شو دونه بحكي لا أم تجنينا وحنا شجنين أنا أركن شيخة وحن ويسينينا أما أن ما أنت هل كان كشيخ يا شيخ محمد شيخ إسماعيل مو هاي ما أنت شيخ عيد كليات وخاصة وفع الشيخ أمضيد وفع الشيخ صومالي لانيد وفع الشيخ صوماليات ومال كستا أمانتا لوغا باهد تيجي كريي أولنا أولها إنو تغو لكن وحي شيخ الرئيس صومالي لان إن آني مال كستا قفك تيجي كريين عدالة درهانا مانتا نهايستا وحن دونينا إنان عدالة هيلنا وحن مانتا وتاقين هالك النوا إنان عدالة دي آبا هاي هيلو أنا بقول كتير تمية أفكا ولا لدي يرشح إسماعيل ورن يوحي إهل كيجا marka waxaan anigu codsanayaa codsiga kaliya ta aan diibanayna u yahay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixa Cabdi in uu sida ugu dhaqsiyaha badan isaga iyo hay'ada xuquuqda bini'aadamka ama dambi baarista iyo dambiga waxa soo dhaar shaqada ku leh in sida ugu dhaqsiyaha badan noogu soo jawaabaan nooguna soo sheegaan halka geeri iyo nolol Sheikh Maxamed Sheikh Ismaaciil idinka qaatay cid kale ma qaadanin noo soo sheega halka kaliya tu ku jiro madaxweynaha waan ku codsanayna alan kiban hoos taagan aanu ku dhalanay aanu ku daldalnaan inta ku leekeyna kaliya taa waxaan u dhaxaynaa inaad sida ugu dhaqsiyaa badan ugu soo jawaabtaan noona soo sheegtaan aabahay halka geeseen wax kale kama codsanayaa aanu